السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الرابعه من لعبه برينس اوف بيرشيا لاست كراوند. تقول من تضغط زر لايك وسبسكرايب. شكرا اخوان، شكرا على الدعم الجميل والمتواصل. اتمنى توصلون دعمكم ونكمل بسم الله. والله ما ادري يا اخوان، هي اللعبه اسمها برينس اوف بيرسا ولا برينس اوف بيرسيا؟ والله ما ادري. خلونا صدقوني خلاص، من الحلقات القادمه كلها راح اقول امير فارس التاج المفقود، عارف راح اقول زي كذا ان شاء الله. المهم يا اخوان، خلونا نكمل الحلقه الماضيه، وقفنا هنا يا الله طيف طف. الحلقه الماضيه صار فيها اشياء كثير، في مقاتل جاب اعتقد من المقاتلين الخالدين، عارف كيف، في مقاتلين زي كذا، واحد منهم اسمه فهرام، عارفين كيف يا جماعة الخير، خاننا وعارفين. والله ما ابغى احرق عليكم، فاكيد شفتوا الحلقة الماضية. فيا جماعة الخير يعني عارفين اللي ما يبغى لعبة الحرق عليه يعني اللي يشوف الحلقة دي. المهم خلونا نكمل، يا جماعة الخير. فيا جماعة الخير، الفهرام ده قتل الغسال من الحلقة الأولى، واللعبة تقول لي لاحق الأمير غسال، أعثر على أمير غسال. بس لكن الحلقة الماضية فهرام مسك غسال كده طعنه ورمى عشان يبغى العرش، عارف كيف؟ فواجهنا فهرام الحلقة الماضية، صدقوني يا اخوان من افضل الزعماء اللي واجهتهم، والله كان رهيب، مرة كان رهيب قسما بالله. الحلقة الماضية يا جماعة الخير فكرني قاعد اشوف فيلم، مرة المواجهة كانت رهيبة، والله كان يسوي ضربات، كان يسوي ضربة فهرام ده سيده يا جماعة الخير، جميلها من ايشن اللي بسكيرو، عارفين لما تختار نهاية الشر تواجه ايشن في ضربة كان يسويها ايشن، كان صدقوني نسخ لصق يسويها فهرام. يعني لما شاف القتال والله انصح اروح اشوفه. خلونا نكمل اخوان. ففهرام ذا وجهنا الحلقة الماضية كان رهيب صراحة. قبل ما نكمل خلونا نوريكم يا جماعة الخير. الحين وصلنا الفصل ذا، عارفين احنا خلصنا الفصل ذا، شايفين موقف فهرام، شايفين كيف تايه في جبل قاف، الامير المخطوف، عارفين كيف يا جماعة الخير كلها سويناها. بدأ بالفصل ده اسمه النمر والجرذ، بعد هزيمته على يد فهرام، عارفين احنا انهزمنا، جلدنا جلد منه، ترى ما هزمته، جلدني كذا وقال لي يلا وخر عني، عارف كيف. ودحين مكتوب سيجد سيرجون نفسه في اعماق القلعه بائت المهمه التي اكلت الى الخالدين بالفشل، عارف كيف. في هذه الاثناء سرق متسول العجوز عين سيرجون اللي هي الخريطه، ومعها فرصته الوحيدة للخروج، فلازم نأخذ عين سيرجون اللي هي الخريطة، أخذها الرجال العجوز ذا. عارفين أخوان خلونا نكمل. اسمع ليش قبل ما نكمل بلح، معليش قبل ما نكمل خلونا نجي عند الشخصية، خلونا نحط لبس كذا ما قد حطناه. أيوة هذا أبدا ما حطيته حلقة الماضية، كنت حط ذا خليه أسمر، شوف كيف خليه أسمر اللبس ذا، قبل كنت حاط ذا كذا تدي لحية، هذا الافتراض الأساسي. خلينا نحط ذا، ما حلو صراحة كيف كذا بدرع وكذا. خلوك كمل أخوان. عصفور يقول لي في شيء هنا، ما أدري والله، عصفور يعني مزعج بزيادة صراحة، يعني كل شوية في كنز هنا، في كنز يعني هدي علي شوي، يعني انا داري في كنز هنا، بس لسه ما عندي القدره اللي تخليني اقدر اجيب الكنز ذا، شايف؟ يعني يقول لي هنا الحق، شوف عندك هنا، طيب الحين ما اقدر اروح هنا، هدي علي. في كنز كذا العصفور ذا صراحه مزعج بعض الاحيان، بس رهيب والله كذا، عارف انه معايا احد. كان في طريق فوق، هذه ايش تطلع انت؟ كان في طريق فوق وما معي خريطه، والمنطقة ذي سامة، والله كان في تميم، أنا معي التمايم حقتي ما أكيد وأكيد معايا. من هنا ما أقدر أروح، ها والله كأنه تقدر، بس ورش كان فيه، أنت شفت ورش فيه؟ تم الحصول على عنصر تجميعي، من هنا ما أقدر أروح. قد واجهته قبل كذا، خلوه يجي عليه هنا.
والله يا جماعة خرمة من الحلقة الماضية معايا تميمة أسطورية قسما بالله. وفي حد ثاني عارفين يا جماعة خير مسوي ميك. اوه هذا هو الرجل عجوز لازم الحقه. مسوي مسك مسوي ميكس معلش مسوي ميكس اسطوري يا جماعة خير. انا بالتمايم يعني جامع تميمتين مع بعض والله جاء حاجات مرة رهيبة صراحة. راح تقول ايش مسوي يا عبد العزيز؟ جايب يا جماعة خير تميمة. حلو حلو هذا الطريق المختصر. طيب خلينا نشوف هنا ايش فيه. والله شوف فوق بس بالله خلينا نشوف فوق ايش فيه. بما انه الرجل العجوز هذاك تحت معناته الطريق اساسا من تحت هنا. والله ما ادري ايش فيه بس خلونا نطلع ونشوف. حلو حلو الشباب بس تجمعها وكذا. هذه ممكن دي هالبنت الصغيرة ذيك والله نسيت اسمها ذكرى من زمن كان يمكن الأطفال فيها أن يلعبوا في شوارع القلعة. كمان تحدي كمان من تحديات يوبيسوفت. أوه هذا مين ذي المشعوذة؟ How did an old woman manage to survive here in this pest-ridden hole? No one cares about the ancients. The present rushes blindly forward, erasing the past. We belong to times gone by. We are the forgotten ones. Perhaps that is why we have survived. A shame. The past can shine a light upon the future after all. Perhaps it can. Is there anything you can tell me about what happened here on Mont Carf? Of course. But you must do something for me first. All my children are dead. Killed by Erlik, a mighty boar god, servant of hell, must pay. واضح إرليك ذا زعيم كذا كبير عارفين. فلازم ننتقم لها أكيد أكيد حب الأم. الله الله جميل اسم المهمة دي. خلونا نقبل يا جماعة خير. Erlik took my family. Go take his life. أبشري صدقوا راح أسوي لها الشيء ذا بإذن الله. Promise. I will tell you the history of this place. بس والله ما ادري الا الجائزة انها بس تقول لي تاريخ المكان ده. والله ما ادري ما احسها جائزة جميلة. والله ما ها يا جماعة خير خلينا نشوف بالله معليش. شو الجائزة؟ الجائزة ميدالية. ما ادري. تقم لاطفالها عبر قتلك لإرليك الممسوخ. والله وهنا كمان هذا يقول لي قابل جامع القمر في اعماق القلعه ربما تجده في قاعه مغموره بالمياه. ان شاء الله راح اجيبه. هذا كمان يا جماعه تاخر لازم 8. والله ما ادري فين مفوته. ما ادري فين مفوته. يعني الحلقتين الماضيه كلها ما شفت اي واحد من رجال اردشير بس ان شاء الله راح اجيبهم. هنا مجمع 2 من 5. ان شاء الله راح نجمع زياده كمان مع انه ما ادري اول ما كان يقول 2 من 5. احنا مجمع 2 من زمان الحين صار يقول 2 من 5. ايوه دي كملناها هذه ودي. ايوه خلاص نكمل دحين. هنا بس مهمة جانبية نقبلها. اوكي الطريقة الاساسية على تحت. اجل مشتر سري. لا والله مشتر سري. الحلقة الماضية كمان في جهة كاملة لسه ما خلصتها جهة السجن وكذا. عارفين في جهة حقت سجن هذا مفتحت الطريق انا. مشكلة ما معايا الخريطة. حول ولا قوة الا بالله. انا فتحت طريق بس والله ما ادري من فين. شوف هنا ايش في. ايوه عشان تطلع على فوق. اوكي كذا ما اقدر اروح. خلوني اروح من هنا. يا ساتر بالله شوف السم كيف. لطيف شلي بر كامل. هنا لو ابغى ارجع لفوق خليني اجي اروح من هنا طريقنا الاساسي من هنا. هنا ما ادري ايش فيه بلا خليني اشوف هنا ايش فيه. العصفور يقول لي في شيء هنا. اعتقد لازم اعرف كيف اقفز بعدين اديها دفعه كذا الى الامام. الحمد لله جبناها. ويا السلام جبنا حجر. اعتقد معي 2.
من الحجار دي اللي قوي فيها السلة السيف، الفيلم قوي فيها يا جماعة الخير. أنا شو أبغى أطلع هنا؟ طلعت أول هنا ولا مو؟ لا والله أنت ما فتحت ذي، الحين فتحت. أوكي أوكي. العصفور لما كان ليش تقفل ذي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله غريبة. العصفور كان يقول لي في كنز هنا وجبناه خلاص عارفين. بس والله غريبة تقفل، والله مرة غريبة. ايوه خلاص اخذنا اللي هنا، احنا بنروح من هنا. هنا ابدا ما رحنا. ايوه اول قفزت القفزة ذي اعتقد. ها. ايوه طلعنا فوق واخذنا اللي فوق، احنا بنروح من هنا. حلو حلو، في شجرة هنا. والله كني قاعد اطلع. ها قربت والله. حركة حقت السيرجيو لما تلعب فيه وكذا، قسما بالله يا اخوان اسطورية. جدا مرنة وسهلة التحكم فيها كذا، ولما تقفز شوفوا كيف دوبي طلعت على فوق كذا. والله مرة لعبة متقنة ما شاء الله. والله صراحة اللعبة دي من جد يعني لما يقول لك لعبة ما فيها عيب صراحة يا جماعة الخير من غير مبالغة، يعني لعبة ما شاء الله. انا ما شفنا ناقصها شيء. يعني واحد سألني يقول عبد العزيز اللعبة ليش ناقصها؟ ان شاء الله يردوني من فوق. اوكي لو واحد سألني قال لعب ايش ناقصها، والله يا جماعة الخير اشوف يعني مرة لعبة كاملة ما شاء الله. والله كنت قريب ان شاء الله ارجع على فوق. ايوه الحمد لله. وفين جيت انا؟ حلو حلو جابني هنا المكان اللي كنت ابغى اجي. عارفين يا جماعة الخير معايا خذيه، ايش ابغى اسوي كذا؟ انا شو استفدت كذا؟ سمع صوت واحد يصفر، والله ما ادري مين. تمين يخرب بيتك ايش الضرر ذا؟ فين بعدوني؟ ما كان في شجرة وكان في قريب، بس الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والله ما ادري كيف كذا، بس جاء كأنه هف علي كذا وشلي تقريبا زي 20% من صحتي. والله ما ادري كيف صار كذا قسما بالله. يا الله والله اكره السم باللعبه دي مره. احنا اضطر نسويها في مره شيء يعني مبالغ فيه صراحه. حين انا لما مت ولي والله مت هنا. حلو حلو نزع تحت. خذي ما اخذته انا. قسما بالله شيء غريب. اوه ايش في هنا؟ استغفر الله. حجيب العيد دحين تعرفوني. اوكي اوكي انا شو استفدت كذا؟ سويت المطور سويت المطور. فين عدتوني؟ هذا فين؟ والله لا ما ادري ليه هذه كل مره اخذها يقول لي لا ما اخذتها. طيب اللي هوقف هنا اخذتها دحين الحمد لله. الحين بروح يمين. اي والله بروح يمين، بس كيف ارجع يا جماعه الخير؟ كيف ارجع؟ لا مستحيل زي كذا. خليني اجي اخذ لي ضربه. ايوه مستحيل زي كذا. ايوه رد له. والله ما رجعت فوق. كان في شيء على اليمين صدقوا لازم اجيبه. والله ما ادري ايش بسوي. اجي خلونا نكمل على هنا. ما عليكم راح ارجع. والله نفسي اموت يا اخوان اكون صريح معاكم. ايش يصير بدني ارجع؟ هذي الله لي يوفقك ايش سويت فيني؟ خلاص بدني زي اللعنه كذا. حموت حموت انا دحين السم صدقني راح ينهيني دحين. استغفر والله مكان صراحه يعني واضح ما راح يكون سهل. انا لو واحد سنك لاصعب منطقه جيت ترى ما
كانت منطقة سامة كنا فيها بالحلقة أظن الثانية. فدحين لو واحد سألني قال لي شصع منطقة هذه يا جماعة أخرى صراحة الآن شايف المنطقة دي والله شايف فيها تأليف كثير وسامة كمان عارفين فمي صدفة صراحة لي إنه أصعب منطقتين كلها سامة. يوريك إنه السم باللعبة دي أي منطقة سامة تأكد إنها راح تكون يعني منطقة مي سهلة عارفك. دحيني والله نبضى هنا فبتعيدني تعدل من هنا عارفين الأول كان في شيء هنا نفس الغلطة يا عبد العزيز. خلنا نرجع من جديد يا اخوان هنا ما ادري كان كيف بجيب هذي استغفر الله العظيم. طيب واحد قاعد اغلط غلط غبية حلو حلو جبناها. هذي راح دي الحمد لله وصلنا هنا شجرة هنا والطريق الاساسي من هنا ان شاء الله الشجرة هنا. الحمد لله هذه هي تمام. انش حاط ما حاط دي اللي يقول يزيد من قوة الاشتباك بنسبة طفيفة. عارفين اخوان المكس اللي اقول لكم عليه دي حاط دي حق جبل دومان يقلل قوة هجمات الاشتباكية المتلقاة بنسبة كبيرة عن في مقوع المستوى الثاني وحط ذي يعيد تعافي الصحة بمستوى متوسط بعد تصدي ناجح نعم تصد مرة شيء جميل عارفين مكس رهيب صراحة. ذي وذي نفسي والله أحط ذي هذه اللي تخلي تقريبا بقاعة زمنية صغيرة تبطي جميع الأعداء في داخلها هذه كمان والله نفسي أحطها بس عارفين لازم ثلاثة قنات إن شاء الله عارفين راح أزود القناة بإذن الله. الغارات تزيد لما في اشياء تجمعها او تشتريها. الحين راح اكمل من هي طريق الاساس بس خليني ارجع كعارف كم في اشياء وراه. اقدر ارجع ان شاء الله اقدر. هذا لازم يموت ذا والله عندي ضربه بله ثواني بس مشكله والله. شوف هنا والله شوف هنا افضل مكان صدقوني هنا واجهه. الله لي وفقك حموت انا قسما بالله يا مزعج. يا الله خلوني ارجع له يا اخوان لازم يموت والله ضروري. كده والله قفزت قسما بالله قفزت. مدري اجل كيف تجنب هذي مدري اللي على ذي تظل لمتها والله ما ادري. اشوف افضل مكان اواجهه هنا صدقوني هنا. ما يجي ولا ايه ولا خلاص تبغى تروح يسار ويسار تبغى تروح خلوني اخوري اشوف هنا ايش فيه. والله مره حالتي صعبه وده يا لطيف والله ما ادري هذا الممسوخ اللي لازم نقبح عليه. هذا قد واجهته قبل كذا يعني قد شفته ما واجهته قد شفته يا جماعه الخير.
ما أدري والله إيش تسوي معه. واضح قدرة أجيبها قدام. ارجع له بعدين أخوان صدقوني، ارجع له بعدين إن شاء الله. واضح زي ما أقول لك بقدرة جديدة تعلمها يصير مدان أقضي عليه. الحين ما أقدر والله. مشكلة ما معي الخريطة، أنا بجدي تبي فوق إن شاء الله ما فوت شيء. بس ما أدري هذا والله، ما أدري مين العدو والله، نفسي أقضي عليه. خلوني أجرب من جديد. انتبه من المسكة حقته والله، عنده مسكة يا الله. بالراحة يا جماعة، تأخر أكثر عدو مزعج ذا. فوق طلعت أنا، طلعت فوق. ساتر والله بمشي دحين خلاص، صدقوني بروح دحين سيدة. طلعت فوق صدقوني، لما جيت أصلا جيت هنا فوق. على طفى مكان مزعج والله، سم في كل مكان، وعاده يمسكك يسوي لك لعنة كذا يشيل لك 90% من الصحة حقتك. هذا اللي ما أبغاه والله. الله ليوفقكم. على طفى المكان ده والله، من بداية اللعبة ما مت قد كذا. ساتر والله مكان سم اقسم بالله. تحيي بلهب على شيء، وخلوني ارجع هنا. خلوني يا اخوان اشيل القدرة ذي، جبتها الحلقة الماضية والله ما ادري، بس مع الاشياء للطير. عارفين القدرة الجديدة ذي اللي جبتها اللي هي ذي روح شهباز، فقط مع الاشياء للطير على فوق. نشوف نرد القدرة ذيك حقت ال في حقت الدوامة أفضل. خلوني أجيبه هنا. والله تعلي هنا الله يأخذك. أكيد نظامك ما تيجي عارفين، عشان ما أبغى يطيح على تحت. بتجي كيف كده صديتها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. السلام الحين اللي تحت. ايوه ابغاك تجي لي على هنا. خلوه يضرب زيادة عشان الصحة ترجع. راح ليوفقك. الله كنت ماشي تمام يا عبد العزيز الله يهديك. ايوه هذا هو العجوز اللي نلحقه. عشان اخذ الخريط الله ياخذه. خلوني بس اشوف هنا ايش فيه. اوه هنا في مشاعر حلوه ذي. انا كني جيت هنا. يا جماعه تاخر والله كني جيت هنا. والله دي اول مره اشوف هذه الاشياء. ايش ابغى اسوي كذا انا؟ في احط لي اسهم هنا ليه؟ لا ما ما ما, ما جيت هنا عارفين. ايش بسوي انا هنا؟ ايش الاخبار ده؟ طيب يا اخوان والله طولت هنا والله ما عندي ايش تسوي. هو على العموم بس في صندوق هنا شايفينه، في صندوق هنا والله ما ادري كانه تجي من الجهه الثانيه تصدقون. شو والله طولت هنا والله ما ادري صراحه. عارفين يعني ما اعتقد ممكن يعني لازم اجيها من ورا، وممكن قدره جديده. فخلونا نكمل دحين ان شاء الله. راح ارجع له عارفين، يعني راح ارجع له الصندوق ذا باذن الله. حلو حلو كلها الضربة الثانية جت فيه.
في الطريق الأساسي من هنا. من هنا يا جماعة الطريق الأساسي. بس أشوف هنا إيش فيه. صعد القلعة. ومن فوق نرجع على القلعة وطلعنا على فوق. فراح أرجع بإذن الله. بس خلينا نشوف تحت إيش فيه. مدري يمين ويسار. خلينا نبدأ بيسار. بنبدأ بيسار من هنا. راح مدري ليه حط اللي يسوق هنا. هل يبغى يستخدم القوس؟ مدري والله ما شايف شيء. والله ما شايف شيء يا جماعة. آخر استخدم في القوس. فوق هنا. أو هنا أرجع. هذا هو. هذا اللي حاول ألحقه. كيف ثبت لي هنا كذا؟ ما أقدر أسوي فيك شيء. غريبة والله. هو نزل على تحت. ما أدري هذا جليتش والله ما أدري صراحة. شيء غريب. صار أخذ هذا. خلونا نأخذ يمين شوف إيش فيه. فين هنا ما راح ثابت. خلينا نشوف هنا ايش فيه. ماشي استفدت كذا. صار بدك تزع تحت من هنا. اوكي والله الاخيره ذي ببني حركتها. ما ادري ايش استفدت. عندنا هنا صدقوا كان المفروض انقل زي كذا. خلوني بالبداية اشوف هنا ايش فيه. يا جماعة خلوني اشوف هنا ايش فيه. مشكلة ما في خريطة. يا لطيف والله ما ادري كم في طريق على فوق كمان. خلنا نزوع تحت انا. خلونا نشوف هنا ايش فيه. خلونا نشوف هنا ايش فيه. انتبه ابن الحلال نكبت الله انكم بلاس. ان شاء الله في شجره هنا ولا هنا. الطريق الأساسي من هنا تحت. طب ايش كان فيه؟ هنا فين؟ هنا هنا فين يا جماعة الخير؟ يقول إلى الأسفل. والله الطريق والله مكان كبير وما معي الخريطة. والله بس أشوف في البداية هنا ايش فيه. والله واضح اللعبة تبغاك تضيع بالمكان ذا. خذ مني العلم. وفي الحلو ذا في الحلو ذا كمان. احمد اذا الطريق الصحيح زي كذا ولا لا. الحمد لله وصلنا. والله ما ادري يا اخوان اذا من هنا ولا لا. والله ما ادري بس عارفين بما اننا وصلنا هنا خلونا نكمل. واضح في شيء رهيب هنا. قريب اخذ لي الضرر. اوه بالنهاية انت لا حول ولا قوة الا بالله. شفناك بذي. ثواني بشوف بس ايش في وراء. والله ما اقدر صراحة. اجل الطريق مو من هنا. هذا اجيله بعدين. خسارة والله كعبالي هنا تتعلم قدرة تخليك تقضي عليه الوحش ذا. أنا أكيد راح أموت أكيد. بس إن شاء الله لك لي شجرة هنا ولا هنا. أوكي رجع على هنا كفو.
أجل خلاص يوهي لبقى في شيء. هذا المصعد. اي والله خشف المصعد. في طريقة تحت من هنا. الله نفسي أعرف يوديك على فين ذا. والله المصعد والله ما أدري صراحة. خشف المصعد. مصعد إلى الأسفل. خلينا نشوف. راح يقول لي شجرة هنا. يا لطيف. لا يا ابن الحلال قسما بالله ما كنت ما كنت اسوي كذا. الشجرة كانت تحت. والله مرة شيء يقهر قسما بالله. حلو حلو كعبله من البداية. لا والله مو من البداية الحمد لله. هنا ايش فيه؟ هنا جيت انا. مستود هنا ابدا ما جيت. ها يا اخوان هنا ابدا ما جيت. ايش في هنا؟ هنا والله كانه ذاك اللي قلت يقتل المهمه الجانبيه. الا والله شكله هنا ترى الخرده. Do you have Xerxes? Do I have Xerxes? I only accept Xerxes. I won't take them, understood? No crystals! هاي من العملات اللي يبقاها. No crystals. I got the message. So, what will it be? If it's from the gutter, I got it. Everything ends up in the sewers. Even treasures. خلونا نشوف الضاعه يا جماعه الخير. وهوش عندك انت المفتاح الضائع. تيح الدخول الى طابق مخفي في مصعد القلعه. اي والله القلعه ابغى اشوف مفتاح ذا بثلاثه. يا لطيف والله غالي. قلب الجامع يعيد نقاط الصحه تدريجيا ولكن اضعف من ضرر اشتباك. والله ما ادري والله ما ادري. ما احب شيء ضعف للضرر. بديت ابي متعين الشر جديد من قوة الهجمات الاشتباكية بنسبة كبيرة لكنه يقلل مستوى الأقصى للصحة. خرب بيتك كل شيء عندك له ضريبة. مستوى الصحة لكنه يقلل مستوى الأقصى للصحة لمستوى ضئيل. يا طيب استعرض شرائط حياة العدو عند ضربهم. ما أدري ما فهمت والله كيف. استعرض شرائط حياة العدو عند ضربهم يعني وريك قديش بقيله. السمن بله شيء رهيب. والله ما ادري. اخذ المفتاح. مستحيل تغلط مع المفتاح. تميمة عين الشر. لا لا خذ المفتاح. خذ مني الحين. خذ المفتاح. خلونا ناخذ المفتاح. تحب دخول الى طابق مخفي في مصعد القلعة. ايوه خلاص نسيبه. طابق مخفي ما تدرون ممكن في اشياء طيبة في صناديق بالطابق ذا. بس مكان يحتاج خريطة. والله ما ادري متى بجيب الخريطة. هنا ايش فيه هنا؟ والله لطيف المكان. والله متاهة يا اخوان. اقدر ارجع. والله ما ادري دحين خلاص وصلت لمرحلة انا بس ابغى امشي. اصير راح ارجع هنا واخذ كل شيء ان شاء الله. بس دحين والله بمشي اي طريقة اشوفها امامي ابغى اروح له. عشان شايفين شايفين كيف هاتو. والله لساته متعافي. خرب بيته الحمد لله. ايوه دحين هاتو. خلوك كمل على هنا. عارفين والله اي مكان كذا بشوفه خلاص بروح من عنده. شايفين المكان والله الاخبطة قسما بالله. هذا الصندوق اخذته وش فينا. بس ايش ابغى اجي هنا انا؟ انا ليش ابغى اجي هنا؟ والله ما ادري. اوه في واحد من الحلوين ذولي. ان شاء الله تنهي ذي.
والله ما ادري على فين رايح صراحه. بس انا زي ما اقول لكم اول ما اجيب الخريطه راح ارجع هنا، عارفين ان شاء الله ما فوت شيء. هنا جيت انا ولا مو؟ والله كني جيت هنا. الا والله جيت هنا، كان في كريستال فاكر والله. ايوه اجل نبغى نرجع لورا. عارفين اخوان نبغى نرجع لورا جهه المصعد، اكيد هذول ما راح اواجههم من جديد. يعني والله نفسي اسوي الكامبير كذا عشان الصحه ترجع كامله. نبغى نرجع لورا، هنا ما رحت ابدا. كباب مغلق من هنا. هنا ايش فيه هنا؟ هنا ابدا ما جيت. اوه ضروري والله لازم تيجي، بس صدقوا اعتقد اقدر بسرعة. والله مبرمج اجل. سفر السريع هنا، سفر السريع اخوان هنا. ان شاء الله راح افتح السفر السريع اللي هنا. حي اذا حفر بروح انا يا جماعه، تاخر انا بروح. خلوني اخليه هنا ايوه زي كذا عشان ما ادري ممكن بعدين اجي من وراه. ايوه احنا بنروح جهه المصعد. ما استفدت شيء الله ياخذه. والله شكله راح اضطر اعالج نفسي. حلو حلو، لا في شجره هنا. انا ما ادري فين مت اول، والله ما ادري فين تكمله الطريق ذا، ما ادري فين قسما بالله. هنا ما تقدر تطلع، بس تقدر تسوي كذا. اول اعتقد مت هنا اعتقد، والله ما ادري. زي ما اقول لكم ما معي الخريطه ف والله انت مين انت؟ وهذا واحد من المقاتلين ذول لازم اقضي عليهم. ايوه تعالي هنا نتفاهم. والله اتدحرجت بس ما ادري ليه ما صار ما اتدحرج. شوف كيف طلق نار يخرب بيته. يا لطيف النار باللعبة ذي، بلهي ثواني خلينا نعالج نفس الله ياخذك. اوكي لا ماشيين حلوين. اكيد اتبه من السوم. ان شاء الله دي تنهيه. يا سلام المحارب ولا تضيعون كذا اثنين. كذا اثنين تبقي ستة. والله كان اطلق اسهم لو انا ما ادري اطلقها حيكون شيء جميل والله. عارفين يا جماعة اخر كان اطلق اسهم نارية. أنا جيت هنا، إي والله جيت هنا. أجي والله ناسي كان في مصعد، قسما بالله ناسي من فين كان يا إخوان. أعتقد ورا، تبغى تروح من عند الشجرة؟ خليني أروح عند الشجرة، أبغى آخذ يسار عارفين. بروح من هنا، كان في مصعد من هنا. اوه كل حلو ذا انتبه منه.
الله لي يوفقك. قسما بالله اني اكرهك. لا والله ما لا ما 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 راح اروح الحين. ارجع والله يا جماعه الخير. انا بسرعه ارتاح من الشجره هنا قريبه. والله اعتقد ان مديك اللعنه خلاص يصير ايش. ما تتسلى قبل حلال. هذا الطريق من هنا يا ذكي. على طيف الطوح. كان في مصعد عارفين وكان في مصعد ابغى اروح من عنده. ها والله مو من هنا. والله يا جناس يا جماعة تأخر. اتمنى تعذروني. تمشي في مكان كيف لخبطه والله. فوق زياد والله ما ادري كيف تطلع. المفروض تقدر المفروض انه تقدر من هنا بس الفكرة ما اعتقد مداك زي كذا. والله اجل ما ادري ايش بسوي. يعني ما معي الخريطة و خلو يجرب يجي من هنا شو. في الطريق ده فتحته بس والله ما ادري ليه. في ما ادري ليه والله الطريق ده زي كذا يعني ما يعني فتحته بس اكل ما اقدر اروح من عنده. المفروض خلاص على فكرة كيف يعني ما داني اروح. تحت رحت هنا انا. اجل متبقي تحت هنا خليني اروح تحت هنا ممكن هنا الطريق. انا رحت انا. اعتقد رحت. والله كان في مصعد اتوقع لازم اروح من عنده خذوا مني العلم. في مصعد يا جماعة اخر لازم اروح من عنده. ركزت عليه. حلو حلو الصح رجعت كامل الحين خلونا ننهي الغبي. والله تميمة اسطورية والله غيرت اللعبة بشكل كبير. ايوه انا بروح من هنا يا جماعة الخير اروح من هنا. من هنا ما اقدر اسوي شيء. يبا اقدر اسوي شيء خذ مني العلم. ما اقدر لازم تروح من هنا. من هنا يبا لازم تروح من هنا. من البداية شكرا والله. لكن انا اول قفزت ولا تقفز على طول لف كذا. يو هنا ابدا ما اروح. الى السفلى. يوه معي المفتاح انا هذا هو المصعد اللي قصته عليه. في طريق من هنا. خلونا نشوف نبدا هنا ايش فيه. حلو حلو. الحمد لله طريق مختصر بشكل كبير. الحين عندنا يمين من هنا. تقدر تطلع فوق زيادة. والله تقدر هنا ابدا ما عمري جيت هنا. هو بله ثواني هو الهدف ايه. لاحق رجل عجوز. ولا الرجل العجوز كان تحت صدقوني ما طلع فوق هنا. الطابق المخفي. اوكي هذا الطابق المخفي. يا سلام عندنا صندوق. ايش تسوي تبي يزيد من المخزون. أثرى لكل تصدي ناجح بنسبة طفيفة. والله يعني واضح انها رهيبة. تخلي القوة دي عارفين تجي بسرعة.
ما ادري اتسلق هنا المكان لسه فيه، بس ايش ابغى اتسلق انا هنا؟ في طريق على فوق تصدقون؟ والله لو معاي الخريطه كان مدري حطيت هنا علامه النجم انه ايش، انه هنا تجيب دبل جمب وتنقز. ان شاء الله راح ارجع باذن الله ما انسى. الحين خلونا نكمل على فوق، راح نرجع من جهة ال ايوه هنا يا جماعة الخير، راح نرجع هنا. والله ما ادري اذا ابغى اشتري شيء، خلينا نشوف اذا الساحرة ذي عندها شيء جديد. اي والله توقعت انه عندها شيء جديد. هذه الملك مستر صوته مميزا للإشارة الى وجود صندوق كنز قريب، ومعايا يا جماعة الخير العصفور ذا، فما احتاج الكف التميمة دي الاسماء الملك جمشد ما احتاجها. هذه الصلابة يخفف من ضرر البيئة بنسبة طفيفة. الله الله والله، حط ذي، حط معاه حقة الاشتباك والبيئة، والله شيء رهيب. بيقول يقول اقدر اشيل ثلاثة، يا سهلة. اكيد اكيد راح اجمع، يا جماعة الخير، عارفين راح اجمع 1000 ويصير خلاص معنا 3 سعفات. ايش ما اذا عنده شيء جديد. هاي ساغون، انا ما ابغى تلميح. يو خلينا نرتاح ان شاء الله، راح اجمع 1000 باذن الله. تمام، ايوه عندنا ذي الجديدة. خلو نكمل دحين اكيد حالة، يعني ما ابغى اشوف هذه، ما ابغى اشوف الحداد، يعني حتى لو عندها شيء جديد يعني ما في شيء اعلى من اني اشيل 3 اسعافات، عارف كيف؟ ايوه نبغى نرجع لتحت. الرجل العجوز ذاك يا جماعة الخير لازم بالحلقة ذي في نمسكه. الحمد لله وكذا احنا من هنا. بس ورش كان فيه والله ما ادري، خلوني بالبداية نسوي المهم بالبداية يا جماعة الخير، المهم نلحقه. وانا جيت هنا، ايوه هو كان تحت اصلا، صح صح، لازم ارجع على تحت. بس خلنا نشوف يسار ايش كان فيه، بس معلش نسيت. ايوه هنا الطريق المختصر. اوكي اوكي جدعان، خلونا ننزل على تحت. شوف ايش فيه هنا، لازم تيجي اجل بجيبها هذي. هل تنزلني على تحت؟ اي كيف برجع بالله، كيف ابغى ارجع؟ يعني اني اجيب هذا هذه سهلة، بس كيف ارجع؟ والله ما ادري كيف راح ارجع، قسما بالله ما ادري كيف راح ارجع. اني اجيبها زي ما اقول لكم جدا سهلة، بس كيف ترجع؟ والله ما ادري، ممكن غير اتجاهها مصعد، او ممكن غير اتجاهه. والله ما ادري ايش بسوي صراحة. هي العملة دي عشان تجيبها لازم تلمس الأرض، عارفين؟ يا سلام، كل عليك تقفز فقط. الحمد لله جبناها. ايوه احنا آخر مرة شفناه أخذ يسار من هنا. أعتقد أخذ يسار من هنا أو نزل تحت، والله ناسي. هنا واضح ما قلت جيت ولا جيت، والله ناسي. والله كانوا الطريقة الأساسية من هنا، من يوم انه كمان يوبيسوفت في تحدي تكملوا كمان من هنا، فواضح انه من هنا ممكن. اوكي اوكي نحن راح ننزل تحت. انا لما جيت من هنا
رحب عليك، أتمنى تستحملون. طب أخذ يسار شوف إيش فيه. شنو والله كني أول جيت من هنا. هنا يسار والله ناسي إيش فيه. يبينك يقول لي بس الأسة وما في شيء. شوف والله خلاص الطريق على تحت. ما يا جماعة آخر الطريق على تحت. والله أكثر شيء بالنسبة لي مصعب لي المكان ذا. إنه ما في خريطة، لو في خريطة صدقوني المكان كان بدأ أسهل بشكل كبير، بس عشان ما في خريطة عارفين. هذا ببغى أرجع على فوق، بس إيش أبغى أرجع أنا؟ أنا هذا كله سويته يا جماعة تأخر ولا مو؟ نزلت هنا أنا؟ والله ما أدري نزلت هنا ولا والله ما أدري. هذا بتطلع على بسرعة. بترجع تنزل تحت دحين. خلونا ننزل كذا نشوف. بالنهاية كذا لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف بعدي من عندها طبيعة؟ خلنا نحرك ذي شو. والله ما أدري إيش بسوي هنا، أنا ما أدري إيش الحل هنا. شيء غريب صراحة. خلنا طب أكمل عليه هنا. في خريطة. هنا جيت أنا والله مثل جيت هنا ولا لا. والمصعد ذا رحت من عنده. اي والله بس أول ما رحت من هنا. والله ما ادري ايش بسوي هنا. هذه كيف انزل هذه؟ اوكي ايش استفدت هذا الحين؟ اوه في من دي اوكي. لازم بسرعة. يا الله والله تحركت بسرعة. كذا النظام. حلو حلو جبناها. اوكي اوكي. انا ما جيت اول جيت من فوق باخذ من العلم. شوف المصعد والله افتكر مت هنا انا. مو هنا، هنا مو ذاك والله كانه هنا. عارفين ذا يا جماعة الخير؟ قاعة مغمورة بالمياه. والله ما ادري راح الاقيه هنا ولا لا، عشان شفت قمر. في علامة قمر هو يعني جامع القمر اسمه، فما ادري ممكن هنا. هذا هنا. ليه يقول لي في شجرة هنا؟ يا سلام. الحمد لله أنا تبشي صح. بس هذاك والله ما أدري كيف أرجع له. والله يا جماعة آخر ما أدري كيف أرجع له. لا ما 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 تبغى تروح من هنا. أنا إيش أبغى أسوي كذا؟ والله كأنه كان مدري الحق. والله ما الظاهر بتلحق.
أعرف يا شباب بعدين أطلع من فوق. أروح ما أدري إيش بسوي هنا. يا جماعة تأخر والله ما أدري إيش بسوي هنا. هذه كب الحقها بسرعة والله ما أدري. والله ما أدري هذا أسرع شيء. أنا الطيفة تروح بسرعة. والله ما أعتقد زي كذا. كيف بروح لها بسرعة ذي؟ والله تروح بسرعة ما أعتقد مداني زي كذا بسرعة. ممكن قدرة ها؟ أنا جاي بعد آخر ممكن قدرة أجيبها. ليه معلش خليني بس احاول اخر شيء. والله ما ادري هنا ده. يعني ما اقدر بسرعه. والله كنت قريب. وانا اعرف نفسي يا اخوان لو فوت الصندوق ده ما راح اقدر انام. امزح معاكم والله. قول بالله بس اخر محاولة اخر محاولة. والله تروح بسرعة. خلاص خلاص خلينا نكمل. والله ما ادري ممكن قدرة اجيبها. عرفت خليني اقدر ابطل الوقت. الحمد لله بس معلش خلوني اسوي كذا. خلاص يلا نكمل من هنا. الله طيب شو عندنا هنا؟ ايش قاعد يصير هذي؟ انا كب عدي انا. استغفر الله العظيم. ما هي شيء مجنون قسما بالله. هنا ما اقدر انقز خلاص انا اصلا تورطت الحين. اوكي اوكي شفت الحل معلش شفته على خير. لازم بسرعة اقفز على الشيء ذا اللي دحين بيجي هنا. ايوه تيجي كذا. ايش قاعد يصير دحين؟ قول قول يا لطيف لطوف. والله مرة شيء مجنون. علي هنا سوي دحين. الحمد لله صار مطلوب يا لطيف. واضح دحين انزعت تحت. عارفين اخوان دحين انزعت تحت. ايوه من هنا خلاص انزع تحت. اللي هنا ذاك الممسوخ ها اللي الحرم العجوز اللي قلت لازم تقتله. والله ما ادري هنا ولا لا. معلش بس خليني اشوف يسار ايش فيه. ايوه خلاص ما في شيء. والله بس حبيت اتاكد باللعبه اللي صدقوني يعني لعبه مبنيه على اشياء اللي اللعبه يعني دستها عنك عارفين صناديق وكذا ف جدا سهل تفوت. دائما والله احاول اني ما افوت شيء. اذا رجع لفوقي والله يرجع. حلو حلو في شجرة هنا. سامع صوت وشكله هنا تصدقون.
وش عندنا هنا؟ اختار زعيم. We were one and the same. Only I chose a different path. سرجون البديل. واجهت الحلقة الماضية وضع راح نواجه كل مرة تواجه أعتقد ديك من القدرات حقت الإثراء عارفين ديك واحدة جديدة. Time no longer flows like a river. It's a raging sea where all fates are intertwined. I too tried to find Prince Hassan. The Mount Carth is getting the better of me. You found the Simorgh's powers. I can save us all. Give them to me. No, you already had your chance and you failed. I can do better than you. Give me your powers. عارف جدا صعب تسوي له بيري. هلا تشادي فيه. سمع بالله كاف هذه المرة توصلت فيه. هستر الله الله والله سوي ضربة رهيبة ان شاء الله ما ادري اسويها. هلا هلا نهيه. اعتقد شيء بالقوس صدقوا لي شيء بالقوس شفتوا يسويها. فيت اثراء شعاع ار شايفين اطلق شعاعا قويا اخترق الاعداء اضغط مطولا على مربع او مثلث للتصويب بدقة. ورينا كيف شكلها. هو الوقت كذا يصير بطيء يعني بدك تسوي الايم على راحتك شو كيف مره والله شيء جميل. حلو حلو قدرة جديدة. اعتقد شيء صدقوني خلينا بطيء الوقت على ما اعتقد. وريني كذا ظل السمرغ يسمح لك بالأورا موقعك التحرك في الظل عبر إلوان. اضغط على إلوان بمجرد تثبيت الظل العودة إلى موقعه واستئناف الحركة الأخيرة. ها يعني ترجع لورا وكذا. عندما يكون الظل نشط سيظهر المؤشر في أسفل يسار الشاشة. اضغط مطولا على إلوان بهدف كسر الظل. أو ترجع بسرك فرح استفيد من الشيء ذات. يو والله تصير ترجع بسرعة وتسوي كذا. أوكي أوكي الصندوق اللي ورا دحين ما أدري على طول أجيبه عارفين. والله حتى كان في صندوق بداية الحلقة أعتقد دحين خلاص راح أجيبه بسرعة. You know. You're not the only one acquiring the Simorgh's powers. You seem stronger, but not strong enough to save a friend yet. Save a friend? What do you mean? Oh, so now you have time for me. Hmm. Are you courageous enough and clever enough to save your friend? Along a timeline of the past, Hassan is there. غسان يقول انه ما مات ما يزال هناك. Wait, is there a way to save Hassan? Tell me. I'll do whatever it takes. Well, all right. I'll tell you. But you must deal with someone with the darkest of souls. A soul so dark and dangerous. She relishes in chaos.
But how do I find her if I don't have my eye? What eye? You already have two of those. My orb, prism, eye thing that you stole. Oh, that thing. You had it all along. What? But how? Here, I'll show you where evil lives. حلو حلو أخيرا الحمد لله الخريطة رجعت. بس هذه يا أخوان ما أدري إيش. بس لكن هدف الرئيس يقول اعثر على الطريق الدخول إلى حفرة الرمال الأبدية. أي والله قصتهم ذي هذه حفرة الرمال الأبدية واضح. ممكن من هنا أو من هنا. شوفوا إحنا فين يا لطيف. هذه المرأة العجوزة هنا والموت هنا. اوكي اوكي احنا نفتح المكان ذا. هنا اعتقد كان في الوحش هذاك ما كان يخليني اقدر اروح كذا. الحمد لله. Within the pit of the eternal sands. You must show proof of courage and cleverness to get there. الحمد لله كملنا الفصل ذا. هنا واضح الطريق لسجن الرمال. The pit of eternal sands. No one has ever come out. واضح مكان خطير. Maybe because no one has ever entered. الصراحة يا اخوانا راح انهي الحلقة هنا. ان شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. الحين ابغى اسوي انا صراحة. عارفين ابغى اجمع 1000. كان في سفر سريع. ايوه بروح المصعد ذا. ايوه نروح المصعد ذا. عارفين كيف راح اطلع له. واسوي عارفين كيف فارمنج بسيطة لما اوصل 1000. اول ما اوصل 1000 يا جماعة الخير. نيجي عند ال الساحرة ذي اللي هنا. ايوه الساحرة. ونخلي لها عدد الاكسير 3 ان شاء الله. عبدت الحلقة القادمة راح نسوي الشيء ذا. فكذا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية حلقتنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. اتمنى اخوكم كان خفيف عليكم. اتمنى حلقة الثالثة نالت اعجابكم. والله معلش اذا صوتي شوية يعني. والله يا جماعة الخير يعني صدري والله لسه شوية صراحة. اتمنى تعذروني اذا بالحلقة دي تكلمت قليل. فان شاء الله راح نكمل الحلقات القادمة. اتمنى الحلقة نالت اعجابكم. ان شاء الله نشوفكم في الحلقات القادمة في امان الله.